الكرة في الوقت المناسب إلى ضربة ركنية. هذه طبعا الإعادة قدامنا، تصويبة تصطدم الكرة بمن؟ بالحارس المتألق رافائيل روميرو. فرصة هدف تضيع، ضربة ركنية لصالح المنتخب الأرجنتيني. ضربة ركنية ولكن هدف. يا سلام على الإخراج، مش ممكن، مش ممكن مخرج المباراة. طبعا هدف أثناء الإعادة للاعب نيوكلاس أوتموندي صاحب القميص رقم 6 فريق بورتو البرتغالي بضربة رأس ولا إيه؟ طبعا ما شفناش لأن كان المخرج بيعيد لقطات والرياكشن على وجه النجم الكبير ليونيل ميسي. وفي النهاية تقدم للمنتخب الأرجنتيني من ضربة ركنية على رأس نيوكلاس أوتموندي يضع البطاقة الأولى للمنتخب الأرجنتيني في هذا اللقاء ليتقدم بهدف. أدي الإعادة قدامنا هتوضح، اتعملت أمامية من ليونيل ميسي، ارتقاء ولا أروع بدون رقابة وفي غفلة وسرحان من الدفاع الأرجنتيني يتألق نيوكلاس أوتموندي ويضع الهدف الأول والبطاقة الأولى لأصحاب القمصان الزرقاء والبيضاء لراقص التانجو المنتخب الأرجنتيني. 1-0. هدف نتمنى أن يتخلى به منتخب فنزويلا عن التكتل الدفاعي. هذه أوتموندو. 1-0 في الدقيقة 66 من المباراة، تقدم للمنتخب الأرجنتيني. أقول لحضراتكم تاريخ كلا المنتخبين، لم يفز فنزويلا على الأرجنتين ولا في مباراة، لكن